انا كنت في الاول ولات الاربع ولات مزيانه بخير عادي، بقيت الاربع والخميس والجمعه، السبت خرجت في حال الدار، بقيت السبت الحد الاثنين صبحت منفخه، شنو فيا ما نعرف. الحمد لله جيت لهنايا بقاو كيداويوني وعالجوني، دابا الحمد لله مزيانه، دابا كنستنى الدكتوره تعطيني اوكي ان شاء الله يا ربي باش نمشي بحالي. ما كنتش كنقدر نطلع النفس، دابا اللهم لك الحمد. والاعراض اللي كانوا جاوات شنو؟ الطنسيو مني جيتني ولد صافي، من غير الطنسيو ما كان حتى حاجه. بالنسبه للابن ديالك كيفاش؟ الحمد لله مزيان، بني ما فيه حتى حاجه من نهار اللي وليد الدواء. مني دخلت السكاني هذا السكاني هذا القلب، كل شيء عملوا لي والله العظيم كل شيء. السيدة كيف ما كتشوفوا الحالة دابا مستقرة، ما فيها حتى شي حاجة الحمد لله، ما كاين لا كمامات لا والو، لأنه السيدة مزيانة ما كاين حتى شي حاجة. حنا غنخافوا حنا الوالا عاد نتوما، ما كاين لا فيروس ولا والو الحمد لله. يعني بقى كيغوت وهذه أنا ما عارفاش، حتى الدواء من عندهم كل شيء من عندهم والله. دابا يعني كطمئن الناس كتقول كل شيء؟ لا وعد أنا مزيانة، كنستنى أوكي مع الدكتورة ومع عند الدكتور باش يمشي بحالي.